منكم يا حبيبي، احنا نستمده منكم بس يا حبيبي. خير سم. شايف ليل نهار؟ لا نظارتك. انت شنو شايف؟ احنا معك. شنو شايف؟ شايف قمر يا حبيبي. انت القمر حبيبي. ما تدري انه ممنوع تدخل بنظاره شمسيه في الليل؟ نظارتي الطبيه ضاعت ما لقيتها. هذه طبيه بس انها شمسيه. وللضروره تحكم. تبغى تجرب؟ لا لا خليها، دام نظارتك ضاعت ما اقدر اقول شيء. الله يسعدك. خلاص بس ان الشباب اللي لا احد يدخل بنظاره شمسيه. اوكي شباب. ما يصير ما يصير ما يصير. ثاني شيء يا شباب، شو السالفه؟ ليش تقاطع؟ ليش تقاطع في الاصوات؟ الجمهور راسل لي لسته، هذا يتكلم يقاطع عليه خويه، وهذا يتكلم يقاطع عليه. انتوا بينكم مشاكل شباب؟ بينكم اعداء؟ تونا اول يومين بينكم مشاكل شباب؟ احد من مشتهي احد؟ احد يبي ياخذ الكاميرا على احد؟ احد يبي يتكلم فوق خويه؟ ابد. شباب ليش كلكم جالسين يم بعض وكل واحد يصرخ في الجلسه دي؟ يصرخ على هذه الجلسه والجلسه هذه تصرخ على هذيك الجلسه، ليه؟ اي بس ما عليه. تقدر امس اثنين جلسوا وانا قاعد في الكنترول مستمتع مستمتع، يتكلمون اثنين هم جالسين ويسولفون وسواليف خاثره مره. ليش لازم 90 واحد؟ يعني الحين انتوا ناس تلعب هنا، بالعكس في ناس تبي تلعب مستانسه، صح ولا لا؟ صح. تبي تلعب هنا، ليش كلكم صفين معهم؟ انزين انا يمكن اني ابي هم يلعبون هنا، خلهم يلعبون لنا بكره، وانا جايب الكاميرا هنا. ما بيهم